السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Open AI هتعمل تطوير قريب قوي في شات جي بي تي، بحيث ايه؟ بحيث ان شات جي بي تي تقدر ان انت تتكلم معاه فيسمعك، وهو نفسه يتكلم انت تسمعه، فبقى في بصوت، في ان هو بدل ما انت بتكتب الكلام وشوية وتلاقي الكلام جالك مكتوب، لا انت ممكن تقول الكلام هو يسمع الكلام ويبدأ يرد عليك. ده طبعا حاجة رهيبة جدا. في بعض البلاجنز كان بيعمل الموضوع دوت، لكن انت خلاص مش محتاج بلاجن، ده اللي هيبقى العادي في اوبن اي اي. طول الوقت بقى عمال تدردش معاه كأنه واحد صاحبك وتصاحب عليه، وهتحس ان هو صوت بشري. حاجة تانية برضو اللي هو موضوع الصورة، ان انت تقدر ترفع صورة ويبدأ ان هو يناقشك فيها ويبدأ ان هو يكتشفها والحاجات دي كلها. طيب الحاجات دي مش مفاجأة. ليه مش مفاجأة؟ لان لو انت دخلت على الموقع هتلاقي ان هو عنده ديل اي 3. ديل اي 3 فيه خاصيه اللي هو موضوع الصور، ودي حاجه ناس كتير جربتها ولها حاجه ممتازه جدا. ديل اي احنا جربنا ديل اي 2، وديل اي 3 هينزل كمان كام يوم، تمام. والموضوع الدردشه دوت خلاص هينزل خلال اسبوعين للناس اللي معاها شات جي بي تي بلس. طيب فكرة الصوت دي موجودة اصلا في اوبن اي اي، حاجة اسمها ويسبر، اللي هو تحويل النصوص لصوت طبيعي، بحيث ان انت متقدرش تفرق بينه وبين الصوت ان ده انسان حقيقي ولا روبوت اللي بيتكلم. ويسبر ده شغال بقاله فترة، تمام، لكن هما دلوقتي هيدمجوا ديل اي جوه شات جي بي تي وويسبر جوه شات جي بي تي. ممكن تلاقيهم مفصلين، لكن خلاص انت وانت بتتكلم مع شات جي بي تي هتلاقي الصوت شغال، وهتلاقي الصور برضو بقت بشكل حلو قوي. بس دي هتبقى مشكلة، انت بسهولة جدا تقدر تستغنى عن كل الموظفين بتوع الدعم الفني، كل الموظفين اللي هما بيردوا على التليفونات، الكول سنتر، الحاجات دي كلها، وتسطب ادنس معتمدة على شات جي بي تي، وتديله معلومات الشركة بتاعتك وهو يتواصل مع الناس. ممكن مثلا شركة تقنية تقول، تتصل انت بيهم، قالوا صباح الخير، ايه المشكلة، كذا كذا كذا، فيقول لك طب ابعت صور المشكله. هو الذكاء الصناعي هيقدر يعرف فين المشكله. ابسط حاجه ان هو يقارنها بالصور الاصليه بتاعت الجزء دوت، يعني لو عربيه مثلا في حاجه فيها باظت، هيبدا يشوف صور عربيه ويقارن بينها وبين صور الاصليه فيبدا يكتشف الخلل الموجود فين. وبرده الصوت، يقدر يسمع صوتك وصوت العربيه ويبدا يكتشف فين الخلل. فتقدم رهيب، تقدم خطير جدا، ربنا يستر، لان ده هيسبب الناس كتيره اللي الشغلات بتاعتها ممكن تكون ممله، او الشغلات بتاعتهم ممكن الكمبيوتر يحل محلهم فيها، دول هيبقى في خطر رهيب. ف خلال اسبوعين هيبدا التقنيه تنزل ونبدا نجربها ان شاء الله.